لاعبون جدد منتقلين بشعارات جديده على يان العنسي. انتهت بالأمس الجولة الأولى من دوري زين السعودي للمحترفين، انتهت بإثارتها ومتعتها، أهداف بالجملة، أحداث مثيرة، انتصارات هنا وهناك، فرح وحزن في المدرجات، لاعبون غيروا شعاراتهم وانتقلوا من أنديتهم صوب أندية أخرى، بحثوا عن فرصة أخرى ووجدوها. الجولة الأولى شهدت مشاركة 26 لاعباً انتقلوا إلى فرق أخرى خلال فترة الانتقالات الأولى، ويعتبر فريق الرائد أكثر الأندية استفادة من اللاعبين المنتقلين خلال مباريات الجولة الأولى، حيث شارك معه 6 لاعبين دفعة واحدة في لقاء النصر. جاء غريمه التقليدي التعاون في المركز الثاني بخمسة لاعبين حضروا بقميص السكري في لقاء الاتحاد، بينما حل فريق الفيصلي ثالثا بأربعة لاعبين تواجدوا في مباراة الشباب التي خسرها الفريق على أرضه وبين جماهيره. أندية النصر الذي فاز على الرائد في الرياض، والاتفاق الذي كسب غريمه التقليدي القادسية، ونجران الذي تعادل مع الفتح حضروا بلاعبين اثنين. أما أندية الشباب الذي بدأ بقوة هذا الموسم، والفتح الباحث عن مشاركة فاعلة في موسمه الثالث في الدوري، والأهلي العائد من المدينة المنورة بانتصار ثمين، والأنصار الصاعد حديثا للأضواء، فيجتمعون في مشاركة لاعب واحد فقط. أندية الهلال بطل المسابقة الموسم الفائت، ووصيفه الاتحاد، وهجر بطل دوري الدرجة الأولى وضيف الدوري الجديد، وفريق القادسية فجميعها لم تحظى بمشاركة أي لاعب بشعارها، إما لعدم التعاقد أو لعدم رغبة المدرب. هذا كان تقرير زملاء حول اللاعبين المنتقلين. عبد الله، قلت انت قبل شوي انا قطعتك، كنت تقول يا حل من الاثنين، واعطيتنا حل وما اعطيتنا حل الثاني، ولا ما اعطيتني ولا واحد؟ لا ما اعطيتك ولا واحد، قاعد اعطيتنا اثنين بسرعه. انا اقول حل من الاثنين بالنسبه للمنتخب السعودي. اللي يبدو طبعا اللي انا اشوفه انه واضح ان المدرب يعني لما جاء للمنتخب وعطيت لها اسماء تشكيل معين موجود، التشكيل هذا وفق يبدو تقرير، التقرير هذا هل هو تقرير فني صحيح، تقرير فني يحكي واقع، ولا تقرير فني يعني يحكي مثلا رؤية اللي كتب هذا التقرير؟ هذه نقطة. الشيء كتب هذا يمكن يكون فني، طيب وعنده رؤية فنية، فني يعني أنت خذ الكلمة من نهايتها عشان ما أطول عليك. الحل من اثنين، الحل من اثنين، يا أما المدرب يأخذ راحته الحين، يعطونه الحرية الكاملة، علشان بتشوف يعني مفاجآت في التشكيل الجاي، بتشوف مفاجآت، أو إذا كان المنتخب يبغى يستمر على الوضع السابق بيفرض لاعبين، لاعب يطرد ناديه يجيبها أساسي، لاعب يعني لاعب ما هو أساسي في ناديه تلقاه أساسي في المنتخب. هذا الحل الأول، يلغون عقد المدرب، حل من اثنين، يدخلوا المدرب ياخذ راحته ويشوف مش مفاجآت، يبني مع مدرب عالمي يعطيه فترة طويلة وتحمل النتائج، ولا ألغى عقده من الحين وحط تشكيلتك وفق التقارير اللي انت سويتها. طيب تلقف تلقف طبعا ابو سعد، ما عند المدرب، احترم رأي سيد عبد الله، بس ما عند المدرب الحل الآن. إذا هو يبغى تأهل كأس العالم مستحيل يجازف بعد النجوم الكبار، مستحيل، هذا اللي ضرب من مستحيل. اذا عنده شايفين انا قاعد يبعد الحين، مستحيل يجازف. اذا هو بيبعد فهو رؤيته زي ما تفضلت على مستوى طويل، على سنوات طويله قادمه، لكن انه يجازف بابعاد النجوم الكبار ويقول انا بتاهل، ربما يبعد واحد او اثنين، اي نعم، لكن ستظل كثير من الاسماء القديمه، وبالاضافه الى ذلك انه ليست لديه القاعده اللي ممكن تحل محلهم بشكل كويس. طيب قبل ما نروح للموضوع الثاني، اللي ارسل الرساله اللي قبل شوي حقت فورلان اسمع علوش الهلالي، قال تركي ما قلت اسمي بس عشان نعطي المعلومات ونعطي ما شاء الله قاعدين يدورون، ما فيها شيء يعني، تقول متابعينكم كثر، اي بس يعني واحد لما يقول كلمه معلومه انا جبتها مع يا اخي حتى مطوع يغلط، مش شفت رساله الدرخ لا مو بلا لا بس يا ابو سعيد غلطه، لا عفوا مي بغلطه، انا اقول كون الشلهوب الان الى الان ما شاء الله تبارك الله عليه، هو من اللاعبين المحبوبين والنجوم اللي يستحقون التقدير كل سنه، يحصل الان معناته انه ما عندنا مواهب
يعني مواهب جديده. طيب خلينا نعتمد عليها بس احنا ما عندنا مانع الواحد يقول لي بس كمان الجمهور لما يعطينا ردود وتعليق على الناس نوصلها لكم. عموما قبل ما اروح لعبد الرزاق حسين اللاعب المحترف فريق التعاون في عتب على الاخوان في الكنترول من فهد يقول اخوي تركي غريبه ما في احد فيكم لاحظ عدم عرض هدف الكابتن فهد العنزي من ضمن اللاعبين غير السعوديين ولا لاحظوا الاخوان في الكنترول. معك حق. و طيب الشباب وصلهم الملاحظة.